بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن داود يالك سود وهذا برنامج كيني دبك هذا القيب تنوحان كذا هذا دونا. دجا الله عصب أو كبل لو ذي كونفر قلب ودن كإثيوبيا. دجا الله راسي أو طبعا لا شيء إن أي باللو ذي قومية كم إذا قومية ذا ليس كي راه ذو دبوب هسبوج مت كم إذا أما قومية ذا كونفر قلب عن راه ذو قومية ذا شعوب تكونفرد لسكو يرادو ميت كميدا يا الله قصة ورما يا هنا يبلو ذي دقال حوغن إسلام مركاسين عيكو قادي قومية ذي إسلام مركاسي ديريس كاللاها قومية داسي يا الله شاقين عقتا مريسي داد بدن أو كميدا قومية ذا مركاسي يدو ديريس كا ديغانا دا كرا هاي شاعي دا مدى ليو بوليس كا اي كونفر عن راهدو شعوب تاسي كونفرد oo halkaas loo diray maadaama ciidamada military-ga ahaa ee waddanka Ethiopia ay ku maqan yihiin dhanka furimaha hore ee dagaalka lagu jiro kooxda TPLF ee Tigrayga ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada Liyu booliska ee maamulkaasi shucubta konfureed la isku yiraado loo diray halkaas ay qoomiyadaasi dagaalka ka bilowday ayaa sheegay wararku waxay sheegayaan in ay isla ciidamadaasi Liyu booliska ee loo diray dhagaha ku dhufteen waa qoomiyadaasi iyadu hubaysan ee dagaalka bilowday arintaasi ayaynu ku eegi doonaa barnaamijkeena waxa ay la jooga jaamac Galad oo dabcan soo indheendheeyay wararka la xiriira dagaalkaasi ay bilowday qoomiyadaasi jaamacu qoomiyadan la leeyahay dagaal bay bilowday goobtay ka bilowday iyadu waxay tahay iyo inta khasaare ay geysatay waxaad moodaa Ethiopia waa saad hore u sheegtay oo kolba meelba wax ka dilaacaya bal dhankan hadda maxaa ka dilaacay بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جود هم بشعبك الصوماليات ملك استيجوجان إن نور ونية هرت مرك الله في ريتوبيا حالة ده 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 وقال له سهل وكورة كورة كورة بيسارن ده مركا إن ده مارن بنا حبين بنا مارن بمال بس كقر حيس بحدين بمبق ده حيس هذا بح ماشان وجود رن وديجان كان شعوب تكونفريت وحكوا وضد لقن قوم يدو عيدا كبدن إلى أفرتن يستديت قومي ذات بيكا كومنا يعني شعوب تكون فريد واتي وادو يتمي ذا عيكا بحضي لي هذا سيدامو سيدامي بركا بحضي قومي ذا كلا أو كوحا أو كوي تبن قومي ذا ذا كلا يا وحي دل بدين إيقونا إنا يكا بحان وآي كمي ديهين واللي تا إيو محان كوي هداية إيو كونسو إيو واح ونا ذو تراب بدين أو كلا أو ماشي ذاك كو أروسانا يا إيقونا وحي قوات الدبي أفرتن يتدبا حتى اسكو سوحا داي أفرتن يتضبط يبقى مد ولا يبقى وحير بتاع أنا النقطة الدولة جونية وأي قوم يدهن كلكه أصبحوا ويحي أنت اللي سكوب جاي يبقى وحالي وحد سكوتين مال مام هل مام مل بقى سكوتين بليل يا وطن مركل اللي سكوب عيانه وابو وحير بوا واحد أذو دور مليون كل ودبة ها وحسي بدن معها مركا إلهي إلى ذي دت كاسي horey way u soo dagaalameen oo qoomiyadan koonsaga iyo walaytaaga iyo maxaan ku leeyahay kuwa kale iyo dhibaatooyin baa dhacay oo waa tiide in muddo aba la is eryanayay qaar hadda ayaan dhaxaas markii in aqalka sare ee Ethiopia ama House of Federation ku wakiilaha maartii lix qoomiyadood yaa la amray in laga soo qaado afti oo guddiga doorashadana lagu amray in ay afti ka soo qaadaan lixdii qoomiyadood ee marka lixdaas markii afti laga qaadayo waa in 20 kale iyagana loo ballamiyo afti هذيك كلام مسيب عدعى. مركا قوم يدن كونسو وقوم يدها يريركا وحيسوها الجميين وولي بسوها رشديين إلى إيو لبادي يكون إيو طبنك وحي كبل لوضة ويسوها الجميين أو ويسو معرتي كعاكوفيين أو كم قرب يجي عيدا كمل تيجي توبيا يجيت كيسكو إريدين وأنا قوم يد يرويان لبادا يكون إيو لبي يطبنك وحنش على هينا كم ده قوم يدي هدي بعتذر بدن لوجيستي حلي جاري دي مال زناوي مركا قومي دن كونسل اللي يلاهدو أو مركا انت هاس أو دن سو سعوتي أو سو هالجميسي هاتن وحالاقا رياب يسيدا انفيلا يو قومي ديه لحدا اها اللي يلي حالاقا قادو افتدا افتدا حالاقا سو قادو يكا هاداي واسيدا انفيلا يو مهوبو رسميا لكن واحد ديالك كياني با يندريما يا انو يهي مدا ساوتا اللحدا قومي دود سيدا رسميا الله ماركتي يلي حلاقة سوق هذا أفتدا مقاعدة هذا ما رتي ما نهيل واحد دوني بهن نقطة كونس يدو كفى إذا سنة سمر كفرصة ده إذا ما من تري ده قال كتير يلا يدو كفى إذا سنة سمر كعيدا كي حاجة أصله قاضي بهالله ذي بلا سوا بحن كوريان ميران بلا سوا بحن رم والبو أسيرين هل عدا وعدا فين وح الرابين هبا يراتي مشرد
أقام قرط واحد عاية وشلي إلى يم ما أنت بوس عذابه ما هو واحد استاي شلي بوسوب اللي هو ذي ما أنت بوس عذاب ومحاكم كل هذا كان يدك قارس وقليين بشو هذا ما راح ده قبل لبنان كان يكسر وكان يدولت كذا ويان وحدود كينيا هذا تركاني يدرس كليهين وحاجه سي كان يدرس كليهين وقوي كينيا يدرس ويان ماشي وانا كوا مارتي مقالة أربعة من كيلو هذا حيوش رتاع ماشي هذا دبعت له وقب بدن أي كده على إن كونتون كيلومتر يا أربعة من كيلو رتاع ماشي مصيبة ده أي كده على إيدات كتير هذا بدن يعني ها عد أقب أنا كور قبل وأي شلة تمحن كل هذا يعني قعناها داري سي ود وهاي وح والب جيد ليه وح عيد عافية يوم بملبه قف نور إلهي أورتو عيد عافية يوم بملبه دد يدنيه بقى أنا يقعد ها وح عيد عافية دد يدنيو دد كيري ملا يعني أري الله يعني ما أنا أري الله قدر موكته هي صحيح يالله هذا واحد يا رهن وعسى الله قدر واحد يركب بحبط من واحد يرفعني مركا أنتي مشقة نقطة قبيل ك أما دتك أقوب بدن هذا اللي بعتدوا ماشي أي كسو قاعد ومد كم يدقوم يده درس كلا أقول لي هذا قامو واحد نوع عسى مركا قامو يهداية يو نمان كان كونسوجا يو وانضد يري يروح درس أوه أن إسكبير لي أوه أنت بدن أن ما ركتايته dadka ma aragtay meelaha yaayaca aan ahayn waxay dooni baa noqotay cid allaare iyo cidii ay arkaan wax allaare iyo wixii daris u ahaa yey cagta mariyeen cagta Soomaayna dagaalna de lagu ma xisaabtamin inoo dadku waxay dhowrayeen xagan meeshan ma aragtay xaga iyo maqale maxaa ka socdo on baa la lahaa moog xaga loo si foognaa yaa dadku xagaasi ku foognaayeen way uunu hoos galiyeen dadkii oo dagan kuma birta ka asleen ciidankii liyu booliska maamulka shucuubta koonfureed yaa loo diray birta ka soo asleen iyaga wax hal dhumay iyo hal dhaan raaci ka dhigeen liiborski hal dhumay iyo hal dhaan raaci ka dhigeen waa marka yaani waa qayb kamid ah mashaqooyinka Itoobiya ku habsaday iyo kamid tahay waxa weeyaan weeraan shan lix qoomiyadood bay galeen shan lix da qoomiyadood iyaguna waa kacayaan haday birta qaadan wax ay dhaafe konso waxay dhaafeen wax kale ma rabaan waxay rabaan in liyaahdo iyo dhanba waxaan maray waa laba magaalmiya wax noo caas konso dhanba ha waa laba tuulo weeyaan wariyo magaalooyin ma aha waa laba tuulo ee degan yihiin insaan aad u filayo dad si buuran ma aha si badan ma aha marka waxay u dagaalamayaan oo ay u halgamayaan oo dadka wax suuqayaan in la yiraahdo aftiha laga qaado kadibna ay maamul noqdaan iyagoo haday rabaan 10 qofna ha ahaadaan ma rabaan qoomiyad kale Itoobiyaan inay maamulo chaaniskana way kaga faa'iideysan way kaga faa'iideysanayaan ha sawta ayaan dhawayso lama dhihin lix lix dowlad lix ma lix qoomiyadood laga soo qaada laga qaado laga soo qaada afti anagu waa qoomiyad baan haguray waan run waxa isku qolay yihiin oo kale ma jiro haba yaraadaan ha dadkaas qolo qolo ku diina qolo qolo ku dhaqana qolo qolo ku afa qolo qolo ku aqliya ma jirto mid waliba waa iskeed mid waliba luqadeeday ku hadashaa diinteeda ay haysataa dhaqankeeda ay haysataa aragtideeda ay haysataa waxay aaminsan tahay iyadaa u taala mid mid kale wax la wadaagaa ma jiraan marka maxaa la wadaagaa halka hore markii la fiiriyo aqalka sariimka ah wuxuu ku tusinayaa waa dadkan waa markaad si fiiriso dad si badan ma aha inay sagaar sumaytay gar gargaar sumaytay kan hada oomo iyo shanqila iyo waxaanu dhan markii la fiiriyo waa dad waa kooxa kooxa weeyaan waa dad markay u bataan 2000 qof 3000 qof qolada ugu badan baa laga yaabaa inay noqoto 100,000 ama 200,000 iyagoo dhanba markii la isku kiciyay dhowr milyan isku noqonaya Soomaalida ka badan waxooda dhanba ha Soomaalidu waa qoomiyad saddex Soomaali kuwan waa qoomiyad afraad baan filayaa ama qoomiyad shanaad miya mooj waxa noocaas noqonayaan ayaa dhanba markii la isku kiciyo waxaan 4 milyan ka badnayn inay yihiin baan u maleeyn ma hubaan ugu tirada koobkooda laakiin ma badna ama waa shan ama waa wax la mid ah uun iyagoo dhan markii waana 47 qoomiyadood waa oo tii ugu badnayd sidaama ha sidaama ahayd oo 2 milyan ku dhawayd tii ugu badnayd sidaama waa hadda waxa isku soo haray waa 2 milyan baan maray iyo 47 qoomiyad ay marka waxa uu meeshan nin walba wixii soo wataa nimankan waxay rabaan inay mid walba mid kale inay ku xulowdo oo calan yeelato ay dawladda dhisaa dard geedhaadi ha fuusho yadii ilseeba inaan loo dhulka ma u qaybsan yahay talo mise ha qolo walba meel bid gantay tuulada id gantay midulayaal yey qolo walba meel ka degan yahay meel walba euro midulayaal ha meel ugu dhisan okay aad baa maasan tahay jaamac markaan fiirino Itoobiya dabcan dagaal bay wajahday oo waatan maanta aad ka soo warranteen in maanta dhan maartay dadkii ay sacabada beer ku haysteen oo ay ciidamada qaranka maamusayeen oo waa ciidamadii halkay ma aragtay dagaal kaga jiraan
أبي وحكوها هنجبي ولي هنجبي دي بسي وضع وحكوها هنجبي وحي حدا كبر الله وضع إن أماركتي باللابانا يدقالك رسمي غاية نمان كتيب يرفع اللو سواق غمانا يعمل اللو سفاين أيو بو ماان تطبعا هذا الكسو يري ودقنا وحاند مودا إن قوم يدهي مدهوم بتاكولوك فايسو هوري وحي نوضا سوا وراني ديغان كاللي يدهد بنشان قلو يقومس إن دبعات قد عدو قومس كو دبعات باللابان إلا هذا دبعات دواسي سعو تاومين إستاقين تد بضان أو حال الشيغي يا ماركتي حبشيا أو أي قومسكي لايين يدان الشلي كونسو هادان واتن لين عن كب اللوضي أرين تاني عواقب نوعا أي أسعو تا مركا لفيريو سادال قود لأيغو سيدا وحود عيانا لأيغو حقيت داد كريري توبي أسعو تا أنا مرحيس لو سالي توبي دي مالاست ماي أذيغو تشام عبات هاي taas waxa ku fiican la hayd isaga ka imow abi aniga markaa di waydiisay aan bal xaga maartay dhinaca kale aan ka fiiriyeynayo in horta iyo waxaan salaamaya madaxweyne mustafa iyo gudigiisa fulinta aan jeclahay halka inaan uga hambalyeeyo waxaaga lacagta ay u direen ciidanka Itoobiya ciidanka ay soo maanta 10 milyan iyo 2,200 arday ay direen Soomaa iyo ku yaboheen Soomaa 10 milyan bar sasan adoo xogaa lacag ah milyan oo bir iyo laba kun haa waan uga mahadcelinay waan ku hambalyeynaya talaabadaas ay qaadeen waayo aad wadaadkii yaraa jamacadda haysta u haysta waa kala laba wali madaxweyne mustafa intuu isagu qaado inuu ciidanka u tagay meesha anaga ciidan baan naga jiray moogtahay ciidankay naga jiray ciidanka liyo booliska jiray de mustafa wuu diiday ciidan ma jiruu war waxaas waxba kama jiraane waan ku hambalyeynayna talaabada uu qaaday xogaagan uu aruriyeyna ciidanka liyo booliska ugu ciidanka liyo booliska uga yeeshay ila haddii aan aadanyo midan kale een iyo Itoobiya meesha u socoto wallahi anigu hadaan hadda dhaw halkaas ay u socotaana balaasheeg baa tahay baa la dhihiyo balaasheegaysa iyo wax daran iyo wax daariyad marka waxaan u maleynayaa de inay un ku socoto meesha loogu talagalay iyo ku talagalay haa Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ay saa inagu yiri moogtay anaa Itoobiya balaay kama dhacayso sareynta sharciga la hirgelinaya barwaaqana socota waana nabad markaa waa nabadii iyo barwaaqadii Abiy Ahmed uu sheegay weeyaan waxa ka socda gobolada kala duwan ee Itoobiya ee ay ka mid yihiin meeshan hadda shucuubta koonfureed iyo kuwii Benishaangulka iyo waxa soo dhan mar hadduu ra'iisul wasaaruhu u yaqaan nabad iyo barwaaqo dhiiga shacabkiisa qulqulaya ee maalin walba boqolaal qof la dilayo ee macna darada ku dhimanaya hadduu isagu horumar iyo u arko barwaaqo iyo in maxaan ku yiraahdaa ay too dhinacii wanaagsanaa loo dhaqaaqay ay tahay taasan ku taageereynaa waxaan leenahay hore u socdo birahan hal labadsado haye iyo kaasaa in qof qof ka badbaadayo Itoobiyaana ma jiro ra'iisul wasaare Abiy Ahmed hadii la maanta dhibaato dalka ay ka jirto maxay tahay wax dhibaato oo dalka ka jirto oo aan TPLF hayn ma jirto dhahay uu aaminsan yahay iyo waa dhahiba marka sidaa daraadeed ra'iisul wasaarihiiba ugu talagalay isaga ka shaqeeyay dadkiisu inay islaayaan isaga unbaa ku ceeboobaya sidaas uu wuxuu rabaa inuu ku sii ahaado ra'iisul wasaare aan dhicin oo inta ka hadhicin riyiisa inuu dadka Itoobiya ku sii hoggaamiyo dadkii dhimanayayna hal maalin kama tacsiyeynayo kamana hadlayo dhibaato iyo waxaa cudur ku noqday oo Itoobiya oo dhan u bireeyay u sadaqeeyay kursiga oo uu isleeyahay harmay TPLF ka qaadaan ama ay soo noqdaan ama maxay ku aqoonsan waayeen may dhahan isaga naleh oo aan maartay sidaas iyo dalkii dhan oo Itoobiya u rogaya marka Itoobiya meesha ay u socoto waa meeshii cadaaladda horumarka barwaaqada iyo maxaa ku dhahay iskaashiga aad goob ma san tahay Benishaangul Gumus ama Gumus Benishaangul xagga ay joogo Gumus oo aan hore uga soo waranay inay weerar qaaday Benishaangul laysay liyo boolis iyo ciidamada militaryga laysay carcar halkaas ka waday waxa wararka hadda imanaya ay leeyihiin in dad axmaara ah oo qoomiyad axmaarada ka soo jeeda oo dabcan ay oo wadaaga hayeen ay birtayadana ka asashay oo shalay xasuuq ay u geysatay axmaarana waxaan ognahay tikreebi hadda ku sii foogan tahay oo caqligeedii walaas wada gaadaya irbadaadii buu sii jeedisay ma laga yaabaa axmaara in laba dagaal ay wajahdo oo xaggana Gumuskana maadaama hadda dad axmaara lagu xasuuqay ay difaac kale ka gasho nio maya hadda way geli karaan laba dagaal oo dhiba qoomiyad gaan aweeyaan oo laba dagaal ma 10 dagaal bay axmaaradu geli kartaa laakiin haddii wixiiba halkaas u sii jeediyeenba intay soo noqonayaan yaa maxaan ku nin hadda rabo inuu ka soo noqdo tigre inuu ka soo noqdo oo axmaaruna ma jiro laakiin 10 dagaal way geli karaan shan kun haddii hadda u soo diraan xaggan way iska celin karaan laakiin waxaa ka go'an boobka tigreega dad iyo duuyaba in la boobaa rabaa meesha axmaar caadi bay u guurtay dii say u dhameyd bay dheelaheedii iyo waxeedii bay qaadatay tagt
هبين بتولي كوسي هنا يعني ويسي سعانه مقالة بلان تودا بلان تودا مقالة مرين موش هدي واحد كده في دونام بانك ور قبيني تريجيني ويجيني لا ما لا أعلم بلاه كور ما نبوي كران لوك أنا مجريك واي أركو حاوي ويدي ويجيلي كران دجالكم يا رب ما كده يلا مكران لكن هذا فرصة دا وما هيان مركز دو عيونك هيسكع عنان دب مارت دو عاود نافك عاري أمارت مركز قرمو قرال بك موتة برد كجو سال مديش قرال بك عن تام موتة مركز دمنا يسوي نور بنيفك يسكت أو قار كيد دم بق كاونت هاي كلا حد ها مركا حمارد ويسكت دو قام برم مرين دو عيونك هذا الكع عن هي أدبوا عصمت هاي كام عوا يهي دا وضيال إنتن أيه نكشو تشيني نبرنامج كا أو مارك تان كده هاليني دقال كاسي باللودي قومية دا كونسو وطبعا كم دا قومية دا هالشعوب تكون فريد ليسكو يرادو إسلام مركا سينا حدود دا كينيا إيو إثيوبيا أي وداغان إيادو كدو مقالة دا أربا ميشي أيال شاقي ميل كنتون كيلو مترو جرتا إن أي حسو كغيستين إسلام مركا سينا أي دقاها كدو فتين داد إيادو يو إحيال كاسي درس كقولها أي كوار كان سيدو كالي إذا مدى مامول كاسي شعوب تكون فريد ليو بوليس كا أو إيغال شاقي إن لو دريسي أيو قويشيان دقال كاسي أي بلاوين قومية دا كونس أيال شاقي إن أي دقال ودحمري إذا مدى ليو بوليس كا قومية دا إيا طبعا أنا راح دا مامول كا إيا طبعا قومية دا سي كونس أيال دقال كا بلاوضي waxaan la sheegay halkaasii khasaare badan uu ka dhashay welina uu ka sii socdo dagaal ka holcaya ee dabcan qoomiyadaas konso iyo cidii dariska kula halkaasii u dhaxeeya inta aan markala kulmi doono waa jaamac iyo nuur iyo baad dhab ka hadal oo idin kaga tagaya fiimaari ilaah